متتبعي شوف تي في مباشرة من إسبانيا، جولة بشوارع برشلونة. شوفوا الأجواء بعد انتشار ديال فيروس كورونا. حنا هنا في برشلونة عاصمة إقليم كاتالونيا، كاين هنايا وصلت تقريبا الحاصلة لحد الآن 148 حالة إصابة بكورونا فيروس، كاين منها ثلاثة ديال الحالات ديال الوفيات. شوفوا الأجواء مباشرة من أهم شوارع ديال برشلونة. معنا الأخ عز الدين الهواري اللي غيرافقنا في هذه الجولة المسائية. أخ عز الدين، فين حنا الآن متواجدين؟ حنا الآن كنتواجدوا بأهم شارع والقلب النابض ديال برشلونة، أهم شارع يعني سياحي اللي كيتسمى شارع الرملة، واللي كنلاحظ بان في هذه الوقيته بالذات يعني كيكون دائما يعني بالسياح واحد الحضور كبير يعني ما كنتصوروش. لكن كما كتعلموا بهذا المشكل ديال هذا الوباء هذا، يعني كنشوفوا هذا الشارع خالي الا بعد المره القلال، ونطلبوا الله ان هذا الشيء هذا يتجاوزوا، لان هذا الشارع هذا اهم شارع كاين في برشلونه من الناحيه السياحيه ومن الناحيه الاقتصاديه. وانتم كما كتشوفوا الامور كاين هذا يعني شبه ربما هنا راه كيكونوا في هذا الشارع هذا المئات يوميا مساء وصباحا، لكن الظروف اللي كتعيشها ربما العالم بهذا الوباء هذا، اللي نتمناو ربي ينزل الرحمه ديالو علينا وعلى جميع الامم. وانتم كما كتشوفوا هادو كيديروا الصور وكيرسموا، انت يعني عايشين واحد الكساد. كانوا كيكون عليهم يعني الصفوف كينتظروا يعني فوقاش توصلوا من النوبه، لكن في بعض الظروف هما الكساد يعني ياسين مساكن لا حول لهم ولا قوه. ونتمنوا خير وشكرا لكم. كما كنشوفوا الاخوان مباشره من برشلونه، الحاصله لحد الان في اسبانيا كتجاوز 1600 حالة. في برشلونة ولا كاتالونيا في حال اللي قلنا بأنها بوحدة فيها 148 حالة ديال المصابين بداء كورونا فيروس. كاين واحد 18 حالة اللي هي في حالة حرجة، ثلاث وفيات ديال ثلاثة ديال الأشخاص اللي هما مسنين لحد ما، جوج ديال الوفيات اللي هما رجال، واحد سبعة نساء، واحدة في السن ديالها 87 سنة والأخرى 88 سنة. وبالنسبة للرجل فعمره 97 سنة. إذا كيفاش كنشوف أنه السن متقدم وعندهم أمراض أخرى من غير الإصابة ديالهم ديال كورونا فيروس. شوفوا الوضع الآن برشلونة، أهم شوارع ديالها تقريبا فارغة من السياح، علما بأنها الآن كتكون عامرة مكتظة بزاف. وشوفوا الحالة الآن تأثرت بزاف برشلونة. شوفوا الشارع المهم واللي هو خصو يكون فيه واحد الرواج حركة نيدم تام. وكنشاهدو حتى الآن كاين بعض المحلات اللي هي أصلا سادة بهاد الكساد اللي وقع. بعد ما ندوزو هاد الشارع اللي مهم، ندوزو لواحد الساحة اللي معروفة لي بلاسا دي كاتالونيا، يعني أهم ساحة في برشلونة، واللي حتى هي يعني كتسمى واحد القلب النابض بالسياح، نظرا للمكانة ديالها التاريخية، وكذلك كيكون فيها واحد الشكل جميل ديال الحوض ديال الحمام بالنهار كيعطي لها واحد الرونق، وبعض التماثيل والنحوت اللي كتعود بالتاريخ ديال كاتالونيا بعض المعالم ديالها، حتى هي غنوصلوا ليها نديروا واحد الجوله ونشوفوا يعني النسبه ديال الرواج اللي فيها وكذلك السياح الى غير ذلك. ولكن اللي كيبان هو نطلبوا الله لينا ولجميع الامم
ان ربي يعني يلطف هذا الشيء اللي ندعيه. وكذلك ندعيه مع اخوتنا اللي في ايطاليا اللي ولات شبه مشلوله وربما وقع حجر على دوله بكاملها، كما شفتوا اخوتنا المغاربه كيطلبونا اننا ندعيه معهم ونطلبوا معهم ربي ينزل الرحمه ديالو والعفو. وهذا الشيء اللي نقدروا نقوله في الظروف هذه، ربما حتى واحد ما معفي منها وحتى واحد ما انه محمي في اي لحظه في اي ساعه في اي وقت. ربما هذا الشيء اللي وقع للناس يقدر يوقع حتى لينا حنايا، ولهذا نحسوا بعدا حنا نحسوا بهم قبل ما نحسوا براسنا. وهذا الشيء اللي نقول لكم، الله يلطف بينا جميعا. احنا كنشوفوا مباشره متتبعي شوف تي في من برشلونة، قلب مدينة برشلونة اللي هي الرملة، كنشوفوها خاوية في مرة، لأن هذه ماشي هي برشلونة اللي كنعرفو دائما. ها هي كنشوفوها، حتى المطاعم عاد دوزنا حداها فارغة. شوف هاد الشارع كيكون ناشط والحركة كتكون فيه، تقريبا هو الشارع تقريبا المؤدي للبلدية ديال برشلونة وبعض المرافق التجارية المهمة اللي كاينين في المدينة. شوف هنا، شوف هنا، شوف كي دايره الحاله ديال السياحيه في اهم مدينه اقتصاديه في اسبانيا. فارغه خاويه في مره برشلونه، احنا كنشوفو مباشره متتبعي شوف تي في مباشرة. حنا الآن غنخرجوا الساحة اللي تسمى الساحة ديال بلاصة كاتالونيا، ساحة كاتالونيا، وهي من بين أهم الساحات اللي كاينة هنايا. أهم ساحة في برشلونة، احنا وصلنا ليها. شوفوا ها هي مباشرة من ساحة كاتالونيا من برشلونة، فارغة احنا كنشوفوها مباشرة. كنشوفوا الاخوان اللي كنشوفوا هو انها شبه فارغة مقارنة بايام العادية. فبرشلونة واحد القلب نابض بالليل وبالنهار، كاينين الناس ديال الليل وكاينين الناس ديال النهار، يعني فيها الحركية على 24 ساعة. وانا براسي كنتفاجئ لان كنشوف هاد الساحة وخاوية الا بعض القليل جدا، وهذا استغراب. ولكن الناس خايفه من ان تختلط، لان يعني كل واحد كما كيقولوا كيخاف على نفسه. كذلك هذا من اهم المراكز التجاريه ديال كورت انجليز، واللي كيكون حتى هو مملوء عن اخره. تنشوفوا حتى هو واحد الكساد. وكذلك هذا الشارع اللي حنا طالعين فيه كيتسمى باسيو دي غراسيا، حتى هو من اهم الشوارع اللي كتكون حتى هي نابضه بالمقاهي ديالها، بالحضور، بالسياح، بالمواطنين. حتى هو ربما يكون حتى هو شبه فارغ نظرا لهذا الوباء هذا اللي نتمناه. ونقولها مره اخرى، اللطف من الله وصافي. هذا الشيء اللي قلت لك، ساحه كاتالونيا مباشره من برشلونه مباشره. الساعة الآن كاين تقريبا 7 مساء، 50 دقيقة، فارغة مقارنة مع الأيام الأخرى. هاي كنشوفو الحركة كي دايرة، غياب تام. احنا الآن غادي ندخلو واحد الشارع واحد آخر اللي هو باسيو دي غراسيا، حتى هو معروف بالكثافة ديالو الأنشطة التجارية المهمة. كنشوفوه كي داير، تا هو خاوي.
مباشرة متتبعي شوف تي في، شوفوا كي داير. خاوي في مرة الوقت اللي كنهضرو خاوي كنقارنوه مع الأيام العادية في الأسبوع، ما كنقارنوش بشي مدينة واحدة أخرى، كنقارنو بارسيلونا كي كتكون في هاد الفترة وكي كاينة دابا الآن. مباشرة من برشلونة متتبعي قناة الشوف تي في، معكم ياسر بوكري وكيرافقنا في هذه الجولة المسائية الصديق لوارع عز الدين. احنا كنشوفوا الأجواء كي دايرة، شوفوا المحلات كي دايرة فارغة، والشوارع حتى هي شوفوا كي دايره خاويه في مره. نعم اخي محمد تطوات، نعم تقريبا جل المقابلات غتمشي في نفس الاتجاه. كاين منطقه ديال مدريد لا ريوخا بيسكايا، اعلنوا بانهم التوقيف ديال الدراسه اعلنوها تقريبا حاله تقريبا ديال الطوارئ عندهم، لان الحاله في واحد الوضعيه اللي هي خطيره. اخ عز الدين فين حنا الان متواجدين؟ كذلك حنا بعد الشوارع اللي مهمه في برشلونه ديال اراغون، وكذلك انتم كتشوفوا فيه بان النسبه ديال الحضور ضعيفه جدا مقارنه بالايام العاديه. شوارع شبه فارغه لان الحركه الاقتصاديه كنشوفها ان كذلك واقفه، وهذا راجع لهذا الوباء هذا اللي نتمناو اللطف فيه. كذلك كيف ما ربما قال الاخ ان كاين بعض المقابلات اللي صافي تحسم فيها بان عاد جرى بدون جمهور، وكذلك الليغا الاسبانيه عاد جرى جميع المقابلات ديال القسم الاول بدون جمهور تفاديا لربما انتشار هذا الوباء هذا. وهذه كلها اجراءات احترازيه اللي نطلبوا الله ويكون الخير والسلامه للجميع. حاجه اخرى اللي يمكننا نضيفوها بانه اليوم نتعلم بان مسؤول في الحزب ديال فوكس تصاب بالمرض ديال الكورونا فيروس، وبان الحكومه ديال الاسبانيه علنت بانه منع تجمعات اللي تفوت 1000 ديال الاشخاص، راه تم الاعلان ديالها اليوم. نعم اختي نهاد، الوضعيه صعيبه شي شويه، انت كتشوفي كما قلتي بانها كتكون عامره في هذا الوقت هذا، ولكن شوف دابا فارغه. اختي حنان راه فاتت 1600 حاله. الله يشافي جامع خي سعيد. مباشرة متتبعي شوف تي في من برشلونة قلب برشلونة، حنا كنشوفو أهم مركز تجاري اللي كاين في وسط المدينة كورت إنجليز، وهنا عندنا الساحة ديال بلاصة كاتالونيا كنشوفوها كي دايرة. اختي حنان في لحد الان في كاتالونيا كاين 148 حاله، برشلونه 3 وفيات تقريبا، في كاتالونيا كلها 3 ديال حالات وفيات، 3 جوج ديال النساء وواحد الرجل، السن بين 80 88 سنه و 97 سنه. احنا كنشوفوا مع الاسف الشديد بلاصة كاتالونيا، ساحة كاتالونيا كنشوفها كي دايرة فارغة. لا تخيل ساعة ماشي 1300، لا كتر من 1600 حالة في
كاتالونيا بوحدها، لا 1000 اكثر من 1600 في اسبانيا كامله. نعم كاتالونيا ان شاء الله 148 حاله اللي كاينه. احنا كنشوفوا بلاصه كاتالونيا فارغه، ها هي شكرا الناس ديال طنجة. الان غنمروا من واحد الشارع ونخرجوا مباشره بلاصه كاتالونيا، ساحه كاتالونيا. الان غندوزوا ونخرجوا ليها. شنو سميتو هذا الشارع اخي عز الدين؟ دا كاي بلاميس بالميس، كاي بالميس. حنا دابا كنتواجدوا في كاي بالميس اللي هو كذلك كيدي للساحه ديال كاتالونيا. الان ندخلوا للشارع اللي خرجنا في ساحه كاتالونيا، لان علاش كاتالونيا؟ لانها هي كما قلنا سبق، قلنا بان هي القلب النابض ديال المدينه. يعني الا بغيتي تعرف الحركه السياحيه والحركه الاقتصاديه فعليك الزياره ديال هنا، لان اهم معلمه يعني سياحيه اللي كيجيو لها جميع الاجانب والسياح من جميع مناطق العالم. يعني الا جيتي لبرشلونه وما دزتيش البلاصه كاتالونيا، ما دزتيش هذا الشارع المهم ديال الرمله، اذا راك ما جيتيش لبرشلونه. راك كتواجدوا الان في شارع بالميس اللي هو كذلك بالدور ديالو كيخرج البلاصه كاتالونيا. معنا مباشره الاخوان متتبعي شوف تي في من قلب مدينه برشلونه عاصمه كاتالونيا. احنا الان راه بالقرب من الساحه ديال ساحه كاتالونيا. تبارك الله على الاخ سعيد، وتحيه للجاليه المغربيه المقيمه بالميريا. احنا الان غنخرجوا ساحه كاتالونيا. ندخلوا شارع الرامبلا الان، شوفوا كي داير الشارع، اهم الشوارع كي دايره تقريبا فارغه تقريبا. احنا كنشوفوا الان مروا في الشارع ديال الرمله من الجهه المقابله، يعني باش درنا زياره للشارع من الجهتين باش نتاكدوا اكثر، لكن للاسف يعني شبه شلال ومحلات كما كنشوفوا التجاريه يعني شبه فارغه، يعني ماشي المتعودين على، بالعكس كيكون ازدحام كيكون انتظار كيكون بزاف ديال الحوايج. لكن هذا الوباء هذا يعني غير الحياه بواحد الشكل عام، ونتمنى وربما برشلونه تقدر تاخذ قرارات من ناحيه التجمعات، من ناحيه ربما الحركه الاقتصاديه، وهادشي اللي ما نتمناوش لانه التاثير عنده على الجميع بصفه عامه، لا حنا لا كمهاجرين لا كناس ديال البلد ديال الاستقبال، واللي ما نبغيوش، لان هذا بالنسبه لنا تنعتبره البلد ديالنا الثاني. وش غنقول لكم؟ شكرا لكم بزاف معنا، وتحياتي للشعب المغربي بصفه عامه. متتبعي شوف تي في، كنتم معنا مباشره من برشلونه، شكرا لكم. تحياتي انا محمد ياسر بوكري، السلام عليكم.